وعلى هامش مأدوبة العشاء التي أقامها أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على شرف ضيف الجزائر رئيس جمهورية إيطاليا السيد سيرجيو ماتاريلا بقصر الشعب، تبادل الرئيسان الأوسمة من مصف الاستحقاق الوطني. رئيس الجمهورية الإيطالية السيد سيرجيو ماتاريلا نشهد مراسم تبادل الأوسمة بين رئيسي الجمهوريتين، وبهذه السانحة فقد قرر السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية صدر مصف الاستحقاق الوطني إسداء وسام من مصف الاستحقاق الوطني لرئيس الجمهورية الإيطالية صاحب الفخامة السيد سيرجيو ماتاريلا. Al presidente Sergio Mattarella. وبالمثل يسدي صاحب الفخامة السيد سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية وسام استحقاق من مصف الاستحقاق الوطني الإيطالي للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.